يوصل شي حاجه للانسان ديالو. ايام التراث اللي غيكون فيها الجديد هذا العام اللي هو غادي يكونوا جولات في احياء جديده، يعني اللي ما كناش كنقدموها من قبل، اللي غادي تكون عبر الحافله واللي غادي نتجولوا بها بدار بيضاء من الشرق حتى الجنوب ديالها، وغادي يكونوا غنفتحوا مجالات وفضاءات جديده اللي ما كانتش مفتوحه للعموم. كذلك غتكون واحد البرمجه ثقافيه متعدده اللي غادي يكونوا فيها بزاف ديال الورشات، ندوات، اكتيفيتي كولتوريل اللي غتكون بالمجان ومفتوحه للعموم من الصغار للكبار. وكيف العاده غادي تكون غيكون يوم مخصص للمتمدرسين، يعني المدارس ديال اكاديميه جهه الدار البيضاء الكبرى. هاد النسخه ديال هاد السنه اللي عندها موضوع هو التراث الام، لو ماتريمون، الدار البيضاء بالصيغه النسويه. يعني بغينا نوجهوا هاد العام النظر على 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 الجانب النسوي والدور ديالو في تتمين التراث ديال المدينه. غادي يكونوا كتب اللي غادي يتوجهوا للعموم، غيتحطوا للعموم في الجولات الثقافيه اللي غادي تكون على حسب الموضوع اللي اشتغلنا عليه هذه السنه.